حلتنا بتكفي مع نادين ظاهر واتيكيت ارتياد المطاعم بزمن الكورونا، زمن لا يشبه اي زمن، مش هيك؟ ان شاء الله ما بينعاد، يذكر ولا يعاد. يعني عن جد هيدي مرحلة تاريخية، رح يرجع كل الناس تتذكرها وكل الناس تستعيدها. واللي نجا من هالمرحلة هو فعلا انكتب له عمر جديد. ونحن بحاجة انه نساعد بعض ونتساعد، وبحاجة انه نفكر انه هيدا الوباء او الجائحة يلي اجت على هالعالم كلياته في عنده شروط لازم نحن ننتبه لها، واي خلل بهذه الشروط ممكن انه تعرضنا لنا وللناس اللي منحبها. يعني في كتير ناس بتقلك أنا مش فرقاني معي، بس وقت تذكرها تقلك أنه أنت يمكن مش فرقاني معك، بس إذا عطيتها لأهلك، إذا عطيتها لناس بتحبها كبار بالعمر ولا سمح الله يعني هني صار لهم شيء أو فارقوا الحياة حتى لو كانوا هني مرضى، فأنت هيدا رح تخليها على ضميرك كل عمرك. لهالسبب نحن منقول أنه لو سمحتوا، طبعا هلأ البلد عم يفتح، بالأحرى هو يعني عملنا إعادة فتح جديدة للبلد. لهالسبب كل ما نزلت الدفاعات تبعولنا، كل ما نكون عم نتعرض ونعرض غيرنا لهذا الوباء. أولا اليوم طبعا المطاعم كمان فتحت، وهيدا عمل، يعني هيدا مصدر رزق للناس، وهيدا شغلة كتير مهمة انه نحن نعرف انه هيدي عجلة الدورة الاقتصادية هي كمان اللي رح ترجع تقوم بالبلد اللي نحن بحاجة لقله كتير. فلهالسبب المطاعم كلياتها، وانا يعني صرت زايرة اكتر من مطعم خصوصا اللي كمان عم نشتغل معهم، كتير عم بيكون عندهم يعني فهم عالي ووعي كتير يعني متقدم لهيدا الموضوع. فلهالسبب هن عم بياخدوا اجراءات، إن كان من ناحية التطهير أو كان من ناحية تنظيف الطاولات من بعد كل كاستمر، إن كان من ناحية تغليف. هلأ في ناس عم بتعتمد تغليف الأواني اللي بنستعملها، يعني الشوكة والسكينة، بس ممكن كمان ما تتغلف، مش بالضرورة أنها تتغلف، هي تعقيمها هو الأهم. فإذا كانت منا معقمة كفاية وترجع تغلف، ولكن حقه للكاستمر أو حق الزبون يقول أنا بديهم مغلفين، يمكن هيك هو بيرتاح. هيدا الشيء كمان بيقدر يعملوه المطاعم. التباعد الجسدي، نرجع نقول مش الاجتماعي، يعني الطاولات عم نشوفها عم بتكون في مسافات بيناتهم. هلأ الأشخاص اللي هن جايين مع بعضهم، لا ما إلى عازة إنك إذا أنت منك مؤكد من الناس اللي أنت عم تظهر معهم، فيستحسن إنك أنت ما تقبل العزيمة أو ما تدعي، لأنه اليوم هيدي كمان فيها خطر. أنت اليوم مش أشخاص، إذا كنت عارف إنه هن ممكن يكونوا أو هن عارفين حالهم إنه ممكن يكونوا تعرضوا لأشخاص آخرين بهيدا الإطار، يجب الامتناع عن قبول أي عزيمة أو أي دعوة. وهيدا شيء كتير طبيعي، بالعكس تماما، يعني نحن بعد في عنا وقت كتير كبير، أحسن ما أنه نحن نكون عم يعني نعرض الناس اللي منحبها للخطر. نادين، اليوم يعني دخلنا على المطعم، كيف الواحد بده ما بعرف ينتبه يكون كمان لايق؟ يمكن يفوت على مطعم يلاقي طاولة قريبة لإله، ساعتها كيف يتصرف؟ هلا أول شيء كل مطعم يلي أخذ الإجراءات تبعوله، الإجراءات الوقائية تبعيته، ما ننزعج منها. يعني إذا كان بدهم يرشونا بالديترجين، يعني بالهيدا الفرد، أو إنه لأنه كل شخص كل مطعم عم بياخد إجراءات مختلفة، ما نمتنع. يعني إذا بنياخدوا حرارتنا، إذا كان بدهم يعني يعملوا لنا رش بهيدا المطهر أو يعطونا مطهرات للأيدي، حتى لو نحن ما لنا كتير مقتنعين، وهيدا مش شغلتنا نحن نقتنع أو ما نقتنع، هيدي إجراءات يجب أن نقوم بها، وممكن ياخدوا ضبط إذا كان ما قاموا بهذه الأمور، وهي لحمايتنا بالضبط. فما ننزعج ونوقف بالصف، ونوقف بي دايما نحن نكون يعني سباقين بالتفكير، مش ننطر الناس لحتىنا هي تقلنا لا ما تتقربوا من بعض. إذا كانوا جايين مجموعات، المجموعة اللي هن جايين مع بعضها يضلوا سوا حد بعضهم، ما يختلطوا بالعالم. بعدين أكيد ما فينا نفوت ونقوم نسلم على كل المطعم حتى لو كنا بنعرف كل الناس، هيدا شغلة كمان كتير ضرورية. بعتذر وبتأسف إنه وصلت لمحل بعمر
بعمري وبخبرتي انه عم بقول هالشيء، ولكن اليوم بنرجع بنقول الصحه ثم الصحه ثم الصحه اهم شيء. حياه الانسان هي اهم من اي شيء اخر، ولكن هذا ما بيمنع انه يضل عنا لياقات جميله، فينا نبوس من بعيد، فينا نسلم من بعيد، صرنا قايلينها اكثر من مره، فينا نعمل المشالحه، فينا نعمل هيك اشتقنا لكم من كمان بمسافة مقربة، وما نزعل إذا حدا قال أنا ما عم بسلم. هلا في ناس رجعت تسلم ولكن هي مش مقبولة، يعني يجب أنه نحن لأنه المصافحة هي تلقائية، ما نحن بنعلم الأشخاص لسنين طويلة أنه يسلموا وأنه عيب إذا ما سلمنا. شوفي هالفكرة اللي كنا عم نرسخها اليوم حرام، إذا كان حرام مش بالمعنى الحلال والحرام حرام، ولكن أنه منخاف على الآخرين إذا كان نحن سلمنا عليهم. فلهالسبب السلام يجب الامتناع عنه، وإذا كان أشخاص ما مدوا ايدهم او انت ما بدك تمد، وانا بفضل انه السلام ما يكون موجود. الاشخاص حتى اللي نحن معهم اذا فينا، يعني كانت طاولة لعشر اشخاص من حتى عليها ست اشخاص، ست اشخاص بيكون في تباعد انف. اذا كان حدا عم مرشح او مقرب او حتى عنده حساسية مثل حضرتي، يعني الامتناع او اعطاء خبر مسبق للأشخاص يلي جايين معهم لحتى هن كمان ما ينزعجوا ما يتضايقوا أو أنه ما يخافوا، لأنه في ناس هلأ عندها حساسية خصوصا بهذا الطقس. يعني مش كل الناس يلي هي عم بتعطس هي ممكن أنه عندها الكورونا، لا، لأنه اللي بيصار معه لا سمح الله الكورونا ما بقى يقدر يظهر بالمرة، يعني هي صارت أعراض متقدمة. ولكن الأشخاص يلي عندها حساسية فيها تقول أنا عندي حساسية، إذا ما بدكم ما بيجي. فهيدي كمان كتير مهم أنه إعلام الآخرين. بالمطعم كمان إذا عندكم كتير مسرسبين وكل كتير عندكم وسواس، يعني موسوسين، ما تروحوا على المطعم، لانه ما بيصير انه نروح على المطعم ونصير كانه بس قاعدين عم ننتقد الاجراءات اللي هذا المطعم عم ياخذها. اذا كان نحن عندنا وسواس كثير عالي ما تروحوا على المطعم، مش هلا وقتها، لانه الاشخاص اللي عم بيشتغلوا يعني هذا اقصى ما بيقدروا انه يعملوا. عم ننبه كمان الويترز، عم ننبه الاشخاص اللي هن عم يخدمونا انه ما يقربوا على الزبون قد ما فيهم، يعني اذا بدك عم نترك زاويه لحتينا هاي هذا الشخص يجي منا ويروح منا، بعكس كل الاتيكات، يعني بعكس كل شيء نحن علمناه. ليه؟ لأنه عم نقول أنه خلوا على الطاولة مكان بيقدر يخدم فيها الشخص للكل إذا بيقدر، أو أنه يكون في هذا التباعد من الشخص اللي هو طبعاً وحاطت ماسك. أكيد اللي عم يخدم بده يحط ماسك، هذا شيء أكيد. وهلأ الكفوف ما بقى العازة، ولكن تطهير الأيادي بيقدر أنه الشخص اللي عم يخدمنا كمان هو قدامنا على الطاولة يطهر ايده لحتى يبين انه هو كمان خالي من اي شيء تاني، من اي يعني عم بيقوم بعملية التنظيف والتطهير بشكل كتير مدروس. ولكن برجع بقول لكان الاشخاص اللي كتير موسوسين هيدا مش الوقت المناسب لأنه لا يروحوا. هلا وقت اللي عم تجي الفاتورة كمان عملية تطهير الماشين، لأنه في تفاصيل كتير صغيرة يعني الواحد ما بيفكر فيها إلا لتصير موجود قدامه. حتى الفاتورة، حتى يعني كيف طريقة إعطاء الفاتورة، كأنه لأنه منعرف الورق كمان ممكن يكون عم بينقل، حتى عملية تطهير النقد يعني الأوراق النقدية. فكل هيدي نفكر فيها قبل. والأشخاص برجع بقلكن يلي كتير عندها مشكلة بهيدا الموضوع، ما في داعي أنه هو يرتاد أصلا إلى المطاعم بهذا الوقت. كتير كمان بحب أقول أنه الأحاديث فيها تكون غير عن الكورونا بقى، أنه بالمطاعم لازم العالم ترفه عن نفسها، الابتعاد قد ما بنقدر عن كل شيء ممكن انه يعني يكدرنا، لانه مكدرين خالصين بكفينا. يعني بكفينا. فهالوقت هيك يكون فرح، يكون شوي لحتى نطلع من هذا الجو، لانه طبعا الجو العام السائد كتير صعب. هلا في ناس رح تقول لي ولو عم تحكي على ارتياد المطاعم ونحن بازمه ماليه كتير عاليه، بقول لهم صحيح، ولكن
ولكن نحن بنحكي لكل الناس، في ناس قادرة في ناس منا قادرة، هيدا مش نحن شغلتنا نقول كأنه صح ولا غير صح، يجوز أو لا يجوز، لأنه بنرجع نقول أنه كمان المطاعم هيدا باب رزق. يعني إذا نحن وقفنا الارتياد بشكل قسري لأنه نحن ما جاي عبالنا، كمان نحن عم نوقف عجلة كتير مهمة بهذا القطاع يلي هو بحاجة. نحن لبنان يعني قائم على السياحة وقائم على هذا القطاع يلي عم بي يعني يستغيث يعني للأشخاص لحتى تجي كمان تساعده، لأنه هي عجلة اقتصادية، عجلة متكاملة، ويجب علينا أنه نتساعد. وطبعا نحن عم نقول كتير للمطاعم أنه الأسعار عم بتكون مدروسة قد ما فيهم، يعني في كتير نحن عم بيندرس هذا الموضوع، في ناس عم بتخفف كتير من المنيو تبعها يعني بشكل مقتضب أكثر، ولكن بس يترك العالم أنه تجي لعنده لحتى لا ما يقفلوا، لأنه صار في إقفال كتير كبير من بهذا القطاع. يعني ظرف صعب وصار في ضغوط اجتماعية كتير كبيرة من كل النواحي، حتى إذا الواحد يمكن صار يعني صار شو بعرفني بيحسب ألف حساب قبل ما يقول جملة مثل ما كنت عم بتقولي، بس إنه الحياة صارت صعبة بلبنان، عم نجرب نكافح ونقوم مع كل هالقطاعات، لأنه صار نوع الأشياء اللي كانت تنعمل عند معظم الناس بيومياتها صارت اليوم بكل أسف ترف. صحيح. يعني بسبب الوضع الوضع الحالي، والحياة كلها تغيرت. هلا قلنا تعالوا ناخذ صورة كلنا سوا لأنه قليل تنتلاقى، باللاوعي تبعنا غمرنا بعض. مزبوط. صورنا الصورة رح نزلها، سامحونا لازم نكون بعاد عن بعض. صحيح. بس لأنه طبيعة البشر هي طبيعة اللقاء، واليوم هالتباعد قاسي وصعب. صحيح. بنقول إن شاء الله تقطع هالأيام إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله هيك نرجع نحكي بالأشياء الحلوة، بالأشياء اللي بتجمعنا، بالأشياء اللي بتبني هالبلد، لأنه بحاجة لكم، نحن كلنا بحاجة لبعض، كلنا بحاجة لبعض بكل يعني أطيافنا، بكل فرقتنا، نحن بحاجة لنرجع نجتمع على الحلو، على شيء اسمه لبنان نحن كلنا بنحلم فيه. وأنا أكيد أنه اللي هلأ الناس اللي عم تسمعني عم بتقول مزبوط، نحن كلنا بدنا هالبلد يرجع يوقف على إجري مثل ما كان وأحلى، لأنه ما فينا نضل نطلع لورا نقول كان أحلى، فينا نقول لقدام نحن بدنا يصير أحلى. فهيدي الأمور بدها تمرق، يعني ما في شيء بضل محله، التغيير آتي لا محال، لأنه الوقت عم بيمرق، والوقت هو أكبر برهان على أنه التغيير رح يجي. فخلي هالتغيير يكون إيجابي، مش دايما يكون سلبي، لأنه بتصور نحن يعني كفينا سلبية باللي مرقنا فيه، يعني كتير تعبنا كثير تعبنا. نادين أنا بدي أشكرك وأتمنى لك نهار حلو، أنت وجه مشرق وجميل وقلب حلو وروح حلوة، بتعطينا دايما تفاؤل وبتحسسنا قد ايه الحياة حلوة بكل مسيرتك الشخصية والمهنية، بتلبق لك الحياة وبيلبق لك إنه تكوني معنا. حبيبي ميرسي، نحن بيلبق لنا بالأحلى. شكرا لك. رح نتابع حلقتنا، خليكن معنا.